السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه الأخيار ما تعاقب الأجدان الليل والنهار. أما بعد، مارم مؤاخن ولا الله تيجا جل وعلا أكين الله نتيجة تنكنا تيغا نمفو جران تنلو أهو كمال تنغا و الله رجل و عالا قل لنا رما لنكي لحال ننيما ننكه من تنكما كوبنغا الله رجل و عالا كم برو صلو النبي من كما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الله غنا كتي كون مغصير جما كلم تنلو مينغا أريد كنون لترى اللمو أرهوهو غصكيدو خفارا كل أرو قياما جنغا كيسو غنا دنجورو آخن النار ننجل دوم كتا وراها اللقي بك كتابا للاقتصاد في الاعتقاد لإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي رحمه الله تعالى وغفر له. فشيخنا رحمه الله تعالى تاغدا ننتني أدوتو إنما غنقطو بيغا الله رجل على كيبيغا وكتما غنقطو جاء تغنكي اغا سبتتي قرآنا لسنة كلي على التوان مغمية. فكتا غغانو غن شيخنا رحمه الله تعالى اهاغو تنين مغان قدوتنا الله رجل وعلا كيبغا جاء تغنكي الله رجل في علاه اغا سبتتي قرآن قد قلي على خفار سنة صحن تبكي على إجماع السلف ننجر فار صحابنا رضوان الله تعالى عليهم ما كتا إلى يوم القيامة. مغان قطو بيغا صفة النفس يمكن مغان قطو الله لا جل في علا كي مغان قطو بيها كي كندو سنقم من يمنو دومين غا سوغين غنوغاني يالا هاي سبتين الله لا خو مغان قطو أبا واللهاني. وبعبارة أخرى كي بيغا النفس، ما المراد بالنفس؟ يا لمراد النية ينكي كندبا كيف دورا غنتنغ بكا مغان قطنونغ أدورا غنتنغ بكا جاتنغ ولا جاتن دو ينكي كهمان تي جاتك بي أمغان قطنتنغ تي مغان قطن كنياني مرادنغ كيرغان في اللن كياني محققين ونغامن من أهل العلم من بين أهل السنة والجماعة. فكيف غن صفة النفس أيغن لسبت اللي الله رجل في علاه أوجه السلام من وراء سبات النور إن كه على الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى دو الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بني بقدر ترني هل صفة النفس ثابتة لله جل وعلا؟ أجاب بنعم. ننتمع عن قطنني كي بقدر سباتني الله جل في علا. وكذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله أتي في شرحه أو في تعليقه على كتاب لمعة الاعتقاد أتي النفس ثابتة أي صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. كيف يعني يمكن مغان قطواني كيف سبت انتنغ الله لتي قرآن والسنة كلي أرتوان مغيمي بك سرسر ساوان تنفار صحابا عدوه غدا إتابة تنبت ما أدو قياما شنغا إسهنك توان تنن لبتن من أهل السنة والجماعة إذا ورنا أنت مراد النفس كي بيغا كوني آيان دو حديث نغني مراد نجاته جاته كي بي أمغان قطن تنغتي مغان قطن أورهن أنت يونكي مبانده إنما يونكي كي بي أمغان قطن تنغتي ولا جاته كي بي مغان قطن تنغتي مغان قطن مبوتي منتو مراد نكينا يري كينا سبت انتنا الله جل في علا. قو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى أدي تننن من المحققين أتي يراد من بنفس الشيء ذاته وعينه. يراد بنفس الشيء غناتي نفس الشيء هنم مراد نأجاته يراد به أتي يراد بنفس الشيء يعني بهذه الكلمة يراد به ذاته وعينه أي ذات الشيء هنجاته على أجاته أنا دكينا. إذن شيخنا رحمه الله تعالى أبي محمد أتي كي مسألة بها كي كنلو أوغل لسرحانا نبينو غدا مسألة كي بوتوي غدا ما كما ابن خزيمة رحمه الله تعالى كتاب لي كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى
أري تننم قبله وبعده ممن له كلام في هذه المسألة. لكن هذا خلاصة يكون مراد غير صفة النفس مراد النجاة كبي أما قطن تنغتي ما قطن بوتمنتي كما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من المحققين. شيخ ناتي ومما نطق بها القرآن وصح بها النقل من الصفات النفس أتي ومما نطق بها القرآن أوجلي هم بقرآن قسهت يقوم عن قطو الله جل وعلا وصح بها النقل وتنين قسها تيبك فارين عليه السلام من الصفات جلي ما عن قطو النفس يمكن ما عن قطو إذا كن شبت لي الله جل في علا يمكن كبي ولا جات كبي أبغى عن قطو تنغتي ما عن قطو نمبوت منتي. قال الله عز وجل الله تكلم كغني إخبارا عن نبيه عيسى خبار لنا غني بكي النبي من عيسى بن مريم عليه السلام أنه ننت عيسى قال عيسى تعلم ما في نفسي الله نت وينهم كيبين كعيسى دي يبين كعيسى يمكن نكن الله وتويني كن ولا اعلم ان كيسا تتويني ما في نفسك هو بغان كن الله جاتلي تبارك اسمه انك انكن الله انك انت علام الغيوب انكن الله ني توانا نينغا هي يغاب تندغاني علام صيغه مبالغه انكن الله ني هي يغاب تنتو تبارك اسمه اغاتي وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك أدكون أنت النبي من ينات مغان قطو بغان قوى أنت الله رأدو كي بغان تقوى قال ورير عيسى عليه السلام على مغان قطو انتبت لكي بغو النفسية لله جل في علا أو مغاك آية نغني ناتواغ انتبت لي الله رغني هو بغو هو يغاب تنتواغ عدك انتبت لله راتي إنك أنت علام الغيوب على ما قد تناسبت صفة العلم لله جل في علا. وقال عز وجل التي كلن كغني غدي كتب على نفسه الرحمة كما نند سهيد كما يمكن كما هني يرغى غدي النفس أثبته لنفسه جل في علا كتب على نفسه الرحمة إذن أو ما غير قد ما قام قطو تنهو بيغا وهن ما قام قطو الرحمة. وقال عز وجل لموسى عليه السلام كما ننت موسى عليه السلام واصطنعتك لنفس ننتغى ندودنا موسى عليه السلام نفسي رغني أثبته لنفسه قال واصطنعتك لنفسي. إذن كآيل السكين ما قام قطو انشبت الله رهو بيغا وصفة النفس ينكم ما قام قطو جاتكي بي أمغان قطن تنغتي مغان قطن بوت من تندو أهو كمالينتو كم براتي وروا أبو هريرة عن النبي عليه السلام أبو هريرة حديث في اللورة بكفار عليه السلام قال أتي يقول الله عز وجل كما ننغتيني كاللنكيغاني كيني حديث القدس الله وتيني يقول الله الله وتيني كما ننسه لأمني تبارك اسمه الله وتعالى أنا عند ظن عبدي بي إنكم من جكننا تنك الله كمن عن جيجي دينغرا بنا دنا كنوك أنا إنك الله عند ظن عبدي إنكم من جكننا بي تنك الله غني جكن شرنيندي كني كنيا غمي جكن شرنيندي غادي أني كنيا وأنا إنك الله معهم نكهين إنكم كي حين يذكرني بربي أنا يمفنكم إنك الله وكهين أواتوينا بانتوين إنك كهين فإن ذكرني في نفسي غنيم بينكني إنغندي إدودي ذكرته في نفس قاوهم كنن دودي يرغدي نفس على ثبات لي الله جل في علا أي مدى ثبات أتي فإن ذكرني في نفسه كمن غنينك الله فينكني دودي ذكرتم كالله واهم كن في نفس دودي غدي وإن ذكرني في ملأ أغنيم بينكني جماد ميانغا ذكرتهم كالله وكم كهن كن في مال إن جمادو مينا جماك بي خير منهم أغم قص جماك بي أغن إن كالله هن كن إدو مينا يا الله وإن اقترب إلي شبرا كم إن أنا تنتو كتي كالله تسبر لنيرا أن تنتو الله كم مو تنتو مو كبه غني قرهم كم من خبار أنتو كن إنما معنى من ين
gollum nyana diga mun koni kubenu gan tinton dini Allah jalla wala mana ganki tinto kebe gan mana ganki ati wa in iqtaraba ilayya komen ngana tinto ikati ke Allah sibran tisbir la nyarabani kot Allah ti iqtarabtu ilayhi dhira'an ke tinto nay ti hampinge la nyaraga na sura ikati ngati sibir la nyaraga da tinto ngati ke la nyarange ka tinto nay hakabe kenni hampinge la nyara akembirati wa in iqtaraba ilayya dhira'an agana tintinke Allah ti hampinge la nyara اقتربت إليه باعا كواتن تنيتي همبي مهل لنيرا وإن أتاني يمسي كمن غنار كألا ترتاجي أواترني كمن غنار كألا ترنتي أتيته هرولا كورني كتاين ترتاجي جوي موكي بيغا ورين دو ترين دو مينا الله تريني كتاين كن دنياي أريني كم مو الله أعلم أموت عنده وامامه كنورا قوتم ننتين أن تاريني أقوى غدا خبار مغبي سبحانه وتعالى أهلتي وروى أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة حديث في اللولة بكفار عليه السلام قال أتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فارنتي عليه السلام لما خلق الله الخلق برم بالله غير تجهون تغنى النقطة كتب في كتاب أصحن كتاب لي كن الله نندي فكتب على نفسه هذا سهيد كما كن كتاب لي فهو كن كتاب موضوع عنده كن كتاب التيرين تنغى الله ننغى على العرش لارسن كمي من كتابك دي كيبك كتابك دي إن رحمة كالله ني تغلب غضبي كن كالله أيمب التنغلب دائما الله ننغى أراب التنغلب تبارك اسمه كي حديث غانا واندي أدام غان قطو كسبة لصفة النفس أغتي فكتب على نفسه هذا سهيد كمي ada sahiyon kin kam mara sahidu kam mai irada magan kuton chabatin dike bega sifatu an nafs awu maga hadise ken onina magan kuto tanasabatin da Allah taga nem magan kuto bira bagati lamma khalaqa Allahu al-khalqa birin ballagra tagi honun tagara taga nen dan mindikata Allah tagi honun taga ndara dan mindikata Allah hube tanago maga hadise ke di faida ati kataba fi kitabin ada sahannya kitaben onni yere rakutan to hinu biunu ganyana Allah di saha yere kembere gagani ati fakataba ala nafsi ala magan kuton chabatin di diga menga kebe kam kembere kin sahe hona min nay fa huwa indahu wa Allah rin jalla wa ala ala al arsi la arsin kam mara la arsin qasabatin ni odanga ki hadise no gondi yere صحيح به الله غدا كتاب نكن كتاب نغن نا ورا لا رسن كما ادوت فين دات ان رحمتي ان الله ان رحمني شبتين تغلب غضبي كن ان الله بوتن غلبن ادا بوتن شبتين دي الله رنا تبارك اسمه كن كنا كوني ما كن كتون بينوغا الله دا جل في علا اذا سبتي قرانا والسنه سهن تنكل لبك فار عليه السلام توان ما غمين غنا كمي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن